الثقة بالنفس من أهم الصفات اللي لازم يحملها الإنسان طبعاً بحياته. الثقة بالنفس هي إنه نقدر كفاءاتنا ومهاراتنا بالحياة ونكون راضين عن حالنا ونحب حالنا قد ما فينا من جوا لنقدر نتواصل مع الآخرين بثقة ونحس كمان بثقتنا بالآخرين بنفس الموضوع، وهي موضوع سايكل كتير خطير. الثقة بالنفس هي الأمان، هي التخلص من الخوف والتوتر. الثقة بالنفس هي إنه الواحد يكتفي باللي ربنا وهبه إياه. الثقة بالنفس هي الاعتزاز والافتخار بمهاراتنا بالحياة والرضا عن نفسنا وتقبل الآخر. عدة خطوات بتساعدنا الثقة بالنفس. أكيد بعيدا عن المظاهر والشو أوف، ضروري نهتم بمظهرنا وبأناقتنا وبنظافتنا الشخصية، لأنه هي الباسبور الأول يلي بتمررنا للآخرين وبتعزز ثقتنا بنفسنا. ضروري نتفائل بكل الظروف شو ما كانت هالظروف يلي بتعطينا الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، نشوف منها الإيجابي ودايما نفتش على الميلة الحلوة من الموضوع بتفاصيل. نحب حالنا بكل تفاصيلنا شو ما كنا، وقدر نصلح تفاصيل يلي مش عجبتنا وتكون عنا ثقتنا بنفسنا كبيرة. ما نخاف ما نتوتر، هيدي شغلة كتير مهمة، ودايما يكون عنا الرد على كل الأسئلة اللي تطرح علينا، وخاصة إذا ما عنا الجواب ما نقول ما بنعرف، كلمة ما بعرف ما نستعملها، نأجل الجواب لوقت آخر أفضل من أنه نقول ما بنعرف. الثقة بالنفس هي طبعا ما نفكر حالنا غير محبوبين ومنبوذين، نوقف أنه نقول نحن منبوذين بالمجتمع ويكون عنا هيدي الطرف البارانوياك أنه لا نحن دايما منبوذين ومش محبوبين من العالم. نساعد حالنا يوميا على الاسترخاء لفترات هيك متقطعة خلال النهار، كمان بيزيد ثقتنا بنفسنا لما نعمل هيك جولة براسنا على اللي صار معنا. دايما أهم شيء نحافظ على الثقة بالعيلة بالمجتمع بالأصدقاء بالأقرباء بالكوليجز بالعمل بالزملاء بكل اللي حوالينا، لنقدر كمان نعزز ثقتنا بنفسنا، ما نندم على شيء وما نستسلم. أهم شيء لازم نعرفه بالحياة إنه ضروري ضروري كل شخص فينا عنده كفاءة كتير كبيرة ومهارة بمطرح معين وعنده ضعف في مطرح آخر. يعني ما تفكروا وحدكم بهالموضوع، هيك كل العالم هيك، مشان هيك يكون عندكم ثقتكم بنفسكم لتقدروا تقووا الضعف اللي موجود بحياتكم. انا بدي اتشكر كتار يلي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا وجاوبوني على سؤال قد ايه بيهتموا بالثقه بالنفس وكيف بيطوروها. الرمال الذهبيه، صباح الخير، اهم شيء الثقه بالنفس، نحاول نشتغل عليه قدر الامكان بس ما تتحول لغرور. طبعا في شعره صغيره بين الغرور والكبر والتكبر والثقه بالنفس. صبري مصطفى، صباح الخير جوزيف، شكرا لك، كلمه واحده بتكفي، واثق الخطوه يمشي ملكا. صح، ملكا يتكلم ملكا، وكلام الملوك لا يعاد، ويمضي ملكا كوميد الرعد، وأمضاؤه من ذهب كعلامة السماء والأرض، واثق الخطوة يمشي ملكا متواضعا، وكل ما يصنعه ينجح في الأرض والسماء كتواضع الماء، وهو مرسل من ملك السماوات والأرض على الأشرار والأبرار كرما وحبا وازديادا لأهل الملك، ملكا عظيما وعزيما من السماء. حلو كلامك يا صبري. ريتا، صباح يحلو بوجود نبضك، فأنت فيه الأمل والحياة، تهدي قلوبنا جمال فنكون زهور تتفتح في حديقتك، صباحك نقي يا أروع صباحاتي. ثانك يو يا ريتا. أنا أثق بنفسي حتى درجة الغرور. ما لازم توصل معك للغرور يا ريتا أبدا أبدا أبدا، بس ما بخلي هالشي يأثر علي لأن الغرور مش من طبعي. برافو. ما بقارن حالي مع أي شخص لأنه الله رسم لكل منا طريقه ومستقبله، وكل واحد منا له شخصيته وطبعه. لقلبك كل السعادة. منى عقير، يسعد صباحك جوزيف، مقدمة رائعة مثل روعة ظهورك على الشاشة. Thank you يا منى. الثقة بالنفس ليست الاعتقاد بأن الجميع سيعجب بك، بل الثقة بالنفس هي اعتقادك بأن أعجاب الناس أو عدمه لن يؤثر على شخصك 100%. شو حلوة الجملة اللي بعتيها يا منى. ألا أدريس، محبة الناس لألي ووجود جنبي بيعطيني ثقة بنفسي دائما، أي إنجاز بنجح فيه بتكبر ثقتي وبكون متأكدة أنه ما في شيء صعب علي. صباحك خير يا جو. مزبوط يا ألاء، بس ما تنطري تحصلي على الثقة بالنفس من غيرك، لازم تنبع من عندك وتتوزع على الآخرين. رغدة سليمة، الثقة بالنفس هي أهم دعامة للنجاح، عم نحاول نشتغل عليها قدر الإمكان بظل الظروف الحالية اللي بتحاول بكل لحظة بتزعزع من ثقتنا بنفسنا. بالتدريب والتعلم بننميها 100%. ألاء اللي قلتيه مزبوط، يعني أوقات لازم ننطر من الآخرين التشجيع، ولكن لازم كمان نحن يكون عنا الاستعداد. ديالا بغدادي، صباح جو، واثق الخطوة يمشي ملكا. لا تأتي الثقة من خلال كونك دوما على حق، بل من خلال كونك غير خائف من أن تكون على خطأ. هناك شيء اسمه الثقة بالنفس، فكلام الناس آراء وليست حقيقة. الثقة بالنفس تشعرنا بالاكتفاء رغم الحاجة. سأبقى أنا وسيبقى رأسي عاليا في السماء، ليس تكبرا ولكن ثقة بالنفس والكبرية. حلو.
فاطمة، عيسى، صباح الخير جوزيف. أهم شيء ثقة بالنفس، والأهم حب الذات بجميع تفاصيلها وبكل ما تملك، وتعويد الذات والنفس على التفكير الإيجابي والاستجابات الإيجابية. هيدي مهمة جدا، مش بس لثقة بالنفس، بتودينا لمطارح أخرى كويسة كمان. سليم أبو زهر، أنا اسمي سليم، أنا بشتغل على نفسي منشان الكل يحبني ويعزني، والأهم أنه نحن كلنا نحب بعض ومشان يكون في ثقة بالنفس. تعرف كل إنسان بيخلق، من أول ما يخلق البيبي ببلش يخلي العالم تحبه، بحبب الناس فيه، بقى مزبوط. لازم نعزز ثقتنا بنفسنا من هالموضوع. هنادي مقلد، صباح الخير جوزيف، اهم شيء ثقه بالنفس، بس اليوم الحلقه ناقصه وين شاف حسين؟ في عنا شاف ساره، كثير مهضومين مع بعض. ثانك يو. طبعا تحيه لعبد الباسط شباح، كثير الواحد ما بيكون واثق في نفسه بلاش منا العيشي بلا ثقه بالنفس. ام طارق غيث، صباح الخير، حريه الذات والقوه والصدق. جمال بابا، الثقه بالنفس هي سر البقاء والقوه والقدره. يانا، الثقه بالنفس كثير مهمه بالمجتمع، ابسط دليل اذا انت ما بتوثق بقدراتك ونفسك كيف رح توثق باللي حولك وهن يوثقوا فيك 100%. ساره، اخذت كثير من وقتك، عم بحاول عجل قد ما فيي. اهم شيء انه نحن هلا عندنا ثقه بسارة انه رح تطلع النتيجة كتير حلوة بعد التعب اللي بلشته من العشرة، يعني كمان في عندها كان نهار ماراتوني. انا برجع لكم بعد شوي، رح نروح لعند سارة ورشة ملح. ورجعنا لحتى نكمل شو بقي عنا. الاناناس اللي حطيناها بالفرن خلصت، هلا شلتها من الفرن، ناطرتها لتبرد لانقلها على البلال بدنا نقدمه فيها. بدنا نشتغل هلا على الفريتاتا. الفريتاتا هي كنايه عن عجه، فريتاتا عن عجه طليانيه، بس داخلها يا لحمه يا خضره يعني. وفريتاتا معناتها تقريبا معناتها يعني مقلي. رح اعمله هو انا اللي حبيتها هاي الفكره، لانه في مره كان عندي هيك ليفت اوفرز، بقايا بطاطا مسلوقه، وما عرفت شو بدي اعملهم، ما كانوا يتاكلوا هيك دغري. فعملت ريسيرش صغيره على الانترنت ولقيت انه هيدي اهين طريقه واسرع طريقه لحتى اخترع شغله استعمل البطاطا فيهم. عندي بطاطا مسلوقه، رح احطهم بس الكف، بمعصهم بايدي. اوكي، وبمدهم على كعب الصينيه اللي بدي اخبص فيها لانه هي بدها ترجع تفوت على الفرن. هلا فيكم تستعملوا مقلي بتنحط على الغاز وبتنحط بالفرن بنفس الوقت، بتكون ايدها مش بلاستيك او اي شيء، بتكون كلها ميتال يعني. وفيكم تبلشوا بالفريتاتا، هي الفكره منها انه منبلشها على الغاز وبنرجع بنحطها بالفرن. هلا مثلا اذا عندكم هلا البطاطا تبعولي مسلوقه، ماني بحاجه حتى على الغاز ولا اعمل فيها اي شيء، بس فيكم تبلشوا فيها ببطاطا نيه، بتنقص كوبات صغار قطع صغيره وبتحطوها بالمقله مع شوية زيت، ما رح تستوي على الأخير، بس إنه بتدبلوها شوي مع شوية ملح، شوية زعتر أخضر يابس يمكن. أوكي، بترجعوا بتحطوا فوق خليط البيض وأي شيء بتكون تضيفوه مع البيض، وبتفوت ساعتها على الفرن. بس اللي إحنا عم نعمله هلا بعد أهين وأهين، عم نستعمل بطاطا مسلوقة. مديت البطاطا بالكعب، بدي بس شوي ملس السطح لحتى تصير كلها على نفس المستوى. فوالا. هلا حطيت انا ورقه خبز بيكنج بيبر تحت البطاطا، هيك بصير سهل انه احملها
شيلها من الصينية وتدلها على الفورم تبعولها وحتى بالبلاية اللي بدي احطه على الطاولة. هيدي البطاطا جهزت. يلي بدي اعمله هلا بدي اخلط البيض. عندنا 8 بيضات بدنا نحط لهم ملح وبهار. هون انتم حريين او عندكم المجال انه تشتغلوا مثل ما بدكم، فيكم تحطوا خضره، فيكم تحطوا حر اذا بتحبوا. راح احط لها سنتوم، فيكم تحطوا لها ملعقه ديجون ماسترد، موتار ديجون، بتطلع طيبه. اذا بدكم اليوم انا منقي الوصفه الابسط شيء، يعني فيكم تحطوا لها بصل اخضر. اللي رح نحطه نحن اليوم مثل ما قلت لكم ملح وبهار، سنتوم، نص كباية بقدونس مفروم، وأوريدي الفرن محمى بتنخبز على حرارة 180 درجة لحتى تنشف ويستوي البيض. اوريدي البطاطا عنا ما بدها يعني جاهزه. راح احط كمان بارميزان مبروش، وجهزت، صارت جاهزه. خلينا نحط لها شويه زيت زيتون، شوية زيت زيتون هون وشوية زيت زيتون على الوجه، وجه البطاطا. اوكي مثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا البهارات يلي بتحبوها. الاعشاب الجافة اوبسيون كتير كتير حلو. الأعشاب الخضراء، البصل الأخضر، كل شي بنعمله هو رح ندلق خليط البيض على الوجه أوكي. وبس لتستوي شوي رح حطها هلأ بالفرن. بدي أرجع زد لها موتزاريلا فريش، رح نقطعهم سيركلات ونجهزهم لحتى بس تجمد شوي، يجمد الوجه تبعولها. منزيد الجبنة، نرجع نفوتها على الفرن، بتدوب الجبنة بتصير جاهزة عنا. رح ننتقل هلا للجاتو. جاتو كتير سهل، عن جد كتير سهل، بس فيه هيك ستيبس صغار. بدنا نعمله على بدنا الميكسر لحتى نعمله. فوالا، نحن بحاجه ل 100 جرام، نحن بحاجه ل 100 جرام بندق مقشور. اوكي هلا انا اشتريته صراحة مقشور، وقتها تشتروا مقشور بيكون محمص كمان ما بيشكي من شيء. بس إذا أنتوا عندكم بندق بيقشروا، بدكم تقشروه بتنقعوه بالمي، بتحطوه سوري مش بتنقعوه بالمي، بتغلوا مي، بتغلوه دقيقة على القد، بتطفوا، بترجعوا بتسقطوه دغري بمي مسقعة وبتفركوه بإيدكم، بتصفوه من المي وبتفركوه بإيدكم وفيكم تستعملوه. أوكي لكن أنا جبته مقشور. يلي رح اعمله رح اطحنه، بس كمان هون في رمارك صغيره انه ما تطحنوه زياده، يعني زياده بصير تكون عم نعمل كانه زبده البندق، بدنا اياه يدل بودر. هلا كله هي نحد هي. ما بدها هيدي ازمتنا الدايمه.
لكها مثل ما قلت لكم شوي صغيرة. بعد بدهم شوي. يعني نحن بدنا نحصل على بودر، ما بدنا شقف كبير الدل، وما بدنا نخلط زيادة لحتى يطلع الزيوت من البندق. بعتقد خلص. إناف. أوكي. اللي بدنا نعمله بدنا نزيد على الطحين كباية طحين، وأكيد بتاخذوا الوصفة عن الشاشة، ونرجع نطحنهم شوي لحتى ياخذوا بعضهم. وبنكون نحن بهيدا الوقت حضرنا كمية الزبدة المطلوبة، بنقطعها كوبات، بدنا نزيدها لكمان يرجعوا الثلاث مكونات ياخذوا على بعض، ويصير عندنا مش ضروري مثل باتلقة. هأطحن هولي. اوكي. رح اوقف هون، برجع بكفي الريسبي معكم من بعد الفاصل الاعلاني. بشوفكم.